السلام عليكم أولياء الأمور الكرام، أعزائي التلاميذ، معكم المعلمة زهراء حسن من مدرسة القيم الأهلية. اليوم سوف نكمل سلسلة الدروس التفاعلية لمادة اللغة العربية. درسنا لهذا اليوم يتكلم عن الحرف اليدوية. الحرف اليدوية من المهارات التي يمكن تعلمها وممارستها بحرفية، وقد تطورت الحرف اليدوية عبر الزمن وتحولت من مجرد هواية إلى أعمال ومهن مختلفة. كما أصبحت من أهم الأنشطة التي تلقى اهتماماً واسعاً، وعلى الرغم من تطور الآلات والمعدات إلا أنه لم يتم الاستغناء عن الحرف اليدوية، وارتفعت قيمتها خلال الوقت باعتبارها فناً من الفنون. التي تأخذ الكثير من التعب والجهد، لكنها تحتاج إلى مهارة عالية وإتقان كبير، وتحتاج إلى تركيز وصبر، كما تحتاج إلى القدرة على الخيال والإبداع، لأن معظم الحرف اليدوية تعد حرفاً إبداعية. وذات طابع خاص جميل، ومن الحرف الجميلة النحت والخياطة وتصنيع المشغولات الخشبية والحدادة وغيرها، ويوجد بعض هذه الحرف في المتحف البغدادي. درسنا لهذا اليوم هو التعبير الكتابي أصحاب الحرف. إحنا مثل ما تعلمنا بالقراءة ينطونا إياه التسلسل متخربط، بس إحنا من نريد نقرأ شنو نقرأ يا حبايبي؟ نقرأ بالتسلسل الصحيح. يلا راح نقرأ هسه رقم واحد، مستعدين؟ أصحاب الحرف. أولاً النساج والسقاء والنداف والحائك وصانع الفخار وصانع الأطباق وصانع الزوارق من أصحاب الحرف والمهن القديمة. ثانياً نسميها الصناعات الشعبية، نراها في تماثيل محفوظة في المتحف البغدادي. ثالثاً صانع الفخار يصنع الجرة والكوزة من الطين ويفخرهما في النار. رابعاً والنساج يصنع البساط والعباءة بالمزداد الجومة. خامساً صانع الأطباق يصنع الأطباق
من خوص النخيل. سادسا، والنداف يصنع الفراش. راح أعيد قراءة الدرس حبايبي. أصحاب الحرف. أولا، النساج والسقاء والنداف والحائك وصانع الفخار وصانع الزوارق من أصحاب الحرف والمهن القديمة. ثانيا، نسميها الصناعات الشعبية، نراها في تماثيل محفوظة في المتحف البغدادي. ثالثا، صانع الفخار يصنع الجرة والكوزة من الطين ويفخرهما في النار. رابعا، والنساج يصنع البساطة والعباءة بالمزداة الجومة. صانع الأطباق يصنع الأطباق من خوص النخيل. سادسا، والنداف يصنع الفراش. هسه حبايبي الحلوين، أريد تقروا لي قراءة صامتة حتى اللي يرفع إيده يقوم يقرأ لي الدرس. اللي خلص قراءة الدرس يكتب لي تم. هنا حبايبي الحلوين يحكي لنا عن أصحاب الحرف، يعني اللي يصنعون الأشياء بإيديهم، النساج والسقاء والنداف. احنا نعرف النساج اللي هو ينسج القماش، والنداف اللي يصنع لنا الفراش. مثلا احنا من نشوف نريد نشتري لحاف او مخدة، من نشتريهن؟ نشتريهن من النداف، النداف هو اللي يصنعهن. وصانع الفخار وصانع الأطباق وصانع الزوارق، هذول كلهم أصحاب حرف قديمة. هسه بنت طورت الآلات، قام الإنسان يتجه أكثر لصناعة هاي الأشياء عن طريق الآلات. ليش؟ لأن تأخذ وقت أقل وجهد أقل والقيمة المادية مالتها تصير أقل. هنا يصنع لنا الفخار من الطين ويفخرها في النار، يعني يصنعها بإيده من الطين. وين يحطها؟ يحطها بالنار الفرن على مود تصير جاهزة كاملة، وإحنا نستعملها في شرب الماء أو نستعملها بغير أشياء. النساج يصنع البساط العباءة بالمزداة الجومة. الجومة هي آلة لتمديد وصناعة الثوب العباءة. عندنا الكوز معناته الإبريق اللي هو نستخدمه بشرب الماء. صانع الأطباق يصنع الأطباق من خوص النخيل. احنا كنا شايفين السعف مال النخلة، شايفيها السعفة الخضراء، هو ياخذ هذا السعف ويصنع لنا من عنده الأطباق.
ومثل ما قلنا النداف اللي هو يصنع الفراش. يا بطل حلو راح يقرأ لي الدرس. يلا نبدي بهسه زينب مصطفى. يلا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك حبيبتي؟ زينة. يلا زنوبة اقري لي النقطة الأولى. أصحاب الحراف أصحاب الحرف النساج 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 والساق والسقاء والنداب والحائك وصناعة وصانع فخاري وصانع الفخاري وصانع الأطباق وصانع الزوارف من أصحاب الحرف المهنية القديمة والمهن القديمة. عفية بزنوبة. ثانيا نور فيصل. نور فيصل افتحي المايك حبيبتي. محمد باسم. نعم شيخ. يلا حبيبي حمودي اقرأي لي اقرأي لي النقطة رقم اثنين. نعم. ثانيا نسميها الصناعات الشعبية، نراها في التماثيل محفوظة في المتحف البغدادي. البغدادي. عفية أحسنت. نور فيصل بارك الله بيك حبيبي. نور فيصل. هلا حبيبتي نورة. يلا حبيبتي قري لي النقطة رقم ثلاثة. صانع الفخاري. صانع الفخاري يصنع الجرة والكاروز من الطين ويفخرهما في النار. النار. أحسنتي. عبد الله أمجد. هنار. نعم ست. يلا حبيبتي. يا نقطة ست الرابعة. أوكي. والنساج يصنع البساط والعباءة بالمسدات. عفية بالبطلة أحسنتي. يلا النقطة الخامسة من يقرأ لي إياها؟ زين العابدين. هلا ست. هلا حبيبي. صانع الأطباق يصنع الأطباق من خوص النخيل. أحسنت ممتاز. من يقرأ لي النقطة السادسة؟ رهف علي. نسان سي. هلا حبيبتي اقري لي النقطة السادسة وقراءة النقطة الأولى. والنداف يصنع الفراش من الصوف والقطن، النساج والسقاء والنداف والحائك
وصانع الفخار وصانع الأطباق وصانع الزوارق من أصحاب الحرف والمهن القديمة. ممتاز، أحسنتي يا بطلة، بارك الله بيك. زهراء عبد الأمير. نعم سانسي. يلا حبيبتي زوزة، رقم 2. نسميها الصناعة الشعبية، نراها في التماثيل المحفوظة. الصناعات الشعبية نراها في تماثيل محفوظة في المتحف المتحف البغداد. عفية، ممتاز يا بطلة، بارك الله بيك زوزة. ريماس فرقد. هلو سانسي. هلو حبيبتي رموسة. يا سطر. يلا حبيبتي النقطة رقم 3. صانع الفخار يصنع الجرة والكوز من الطين ويفخرهما في النار. في النار، أحسنت، ممتاز يا بطلة. عبد الله نبيل. شكرا. هلو بيك حبيبتي. هلو شيت. هلو عبودي. شلونك؟ أنت شلونك يا بطل؟ زين. يلا عبودي افتح الكاميرا مالتك واقرأ. يا صفحة. اقرأ النقطة رقم 4 حبيبي. والنساج عفية يصنع عفية بالبطل البساط عفية والعباءة والبائع عفية والإباعة اي بالمزداد بالمستادي عفية الجومة. ممتاز، عفية بالبطل الشطور، بارك الله بيك عبودي. شكرا سيد. شكرا حبيبي إليك. ينبع محمود. هلو سيد. هلو حبيبتي ينبوعة. يلا حبيبتي النقطة رقم 5. صانع الأطباق يصنع الأطباق من خوص النخيل. اقرأي لي رقم 6 همينة حبيبتي. هلو ينبع. هلو. والنداف يصنع الفراش من الصوف والقطن. ممتاز، بارك الله بيك، أحسنتي يا بطلة. يلا من يعيد قراءة الدرس؟ روان محمد. يلا حبيبتي روان اقري لي النقطة رقم 1. روان صوتك مدى يطلع يمي حبيبتي. يلا راح نختار هسه. سما فراس. سما فراس اقري لي النقطة الأولى حبيبتي. النساج النساجو اي حبيبتي. والسقاؤ والنداف والحائك وصانع الفخار وصانع الأطباق وصانع الزوارق من
من أصحاب الحرف والمهن القديمة. ممتاز، بارك الله بيك يا شطورة، متميزة دائما. ثانيا من يقرأ لي النقطة الثانية؟ من ذو الفقار. نعم ست. يلا حبيبتي النقطة رقم اثنين. ونسميها الصناعات الشعبية، نراها في التماثيل محفوظة في المتاحف، في البغدادي. ممتاز، بارك الله بيج. النقطة رقم ثلاثة، همام جمعة. مرحبا سانسي. هلا حبيبي همام. يلا حبيبي رقم ثلاثة. رقم نقطة أربعة. ثلاثة حبيبي. صانع الفخار يصنع الجرة والكوز من طين فخرهما في النار. ممتاز، بارك الله بيك. يلا من يقرأ لي بعد النقطة الثانية؟ علي، صفاء. يلا وصلنا النقطة رقم أربعة. علي، صفاء. يلا نختار غير علي. شمس محمد. مرحبا سانسي. هلا وحبيبتي شموسة. والنساج يصنع الباسطة. البساطة. البساطة والعباء. أتي. والعباء بالمساء بالمزداتي. بالمزداتي الجومي. ممتاز، بارك الله بيك يا بطلة. رهف محمد. رهف محمد. يلا ناخذ غير رهف. مريم عمران، تقرأ لنا النقطة الخامسة والسادسة. أوكي. صانع الأطباق يصنع الأطباق من خوص النخيل، والنداف يصنع الفراش. عفية، أحسنتي، بارك الله بيك. هسه إحنا عرفنا إنه التعبير الكتابي نقرأه حسب التسلسل الصحيح. زين، إذا نريد نكتبه شلون؟ إذا نريد نكتبه تتذكرون كنا نكتب عنوان التعبير وين؟ بوسط الصفحة، بعدين نترك فراغ مقدار كلمة واحدة ونبدي كتابة التعبير، يعني نبدي كتابة النقطة الأولى ونخلصها ونحط فارزة ونكتب النقطة الثانية إلى أن ننهي كتابة التعبير كله ونضع النقطة. يلا راح أقرأ لكم إياه هيجي على شكل قطعة إنشائية، يلا حتى أقوم أحد منكم يقرأ لي. النساج والسقاء والنداف والحائك وصانع الفخار وصانع الأطباق وصانع الزوارق من أصحاب الحرف والمهن القديمة. نسميها الصناعات الشعبية، نراها في تماثيل محفوظة في المتحف البغدادي. صانع الفخار يصنع الجرة والكوز من الطين ويفخرهما في النار. والنساج يصنع البساطة والعباءة بالمزدات الجومة. صانع الأطباق يصنع الأطباق من خوص النخيل.
والنداف يصنع الفراش من الصوف والقطن. يلا حبيبي همام اقرأ لي اياها كلها، اقرأ لي التعبير كله. حاضر سامسي، من النقطة الأولى كله حبيبي التعبير كله، هذا الطالع أمامك على الشاشة اقرأ لي اياه كله. ايه اوكي. أصحاب الحرف النساج والسقاء والنداف والحائك والصانع الفخاري وصانع الأطباق وصانع الزوارق من أصحاب الحرف والمهن القديمة، نسميها الصناعات الشعبية نراها في تماثيل محفوظة في المتحف البغدادي. صانع الفخار يصنع الجرة والكوز من الطين ويفخرهما في النار، والنساج يصنع البساط والعبائت بالمسدات. عفية. الجومة صانع الأطباق يصنع الأطباق النخيل، نسمي صناعات والنداف يصنع الفراش من صوفة والقط. ممتاز بارك الله بكم، أحسنت يا بطل. يلا أريد طالب ثاني يقرأ لي يا للدرس. شكرا سامسي. شكرا لك حبيبي الشطور. مصطفى عبد الكريم. هلا حبيبي صوفي، شلونك؟ زين. يلا حبيبي صوفي اقرأ لي الدرس كله. أصحاب الحرف بالحركات. صوفي بالحركات. أصحاب الحرف. عفية. النساج والسقاء والنداف والحكاء والحائك وصانع الفخار وصانع الأطباق وصانع الزوارق ومن أصحاب الحرف المهنية القديمة، نسميها الصناعات الشعبية نراها في الصناعات الشعبية. عفية. نراها في تماثيل محفوظة في المتحف البغدادي. صانع الفخار يصنع الجرة والكوز من الطين ويفخرهما في النار. عفية. والنساج يصنع البساط والعباءة بالمسدات الجومة. صانع الأطباق يصنع الأطباق من القوس النخيل. أحسن. والنداف يصنع الفراش من الصوف والقطن. ممتاز بارك الله بيك، أحسنت يا بطل. يلا أريد بعد طالب ثاني يقرأ لي الدرس كله. شكرا لك حبيبي. رهف علي. هلا حبيبتي رهوفة، يلا أقرأي لي الدرس كله، القطعة الإنشائية كلها. النساج والشقاء والنداف والحائك وصانع الفخار وصانع الأطباق وصانع الزرق أصحاب الحرف والمهن القديمة. ممتاز. الصناعات الشعبية نراها في التماثيل محفوظة في المتحف البغدادي. صانع الفخار يصنع الجرة والكوزة من الطين ويفخرهما في النار. عفية بالبطلة. يصنع البساطة والعباءة بالمسادة الدومة. أحسنتي. صانع الأطباق يصنع من خوص النخيل، والنداف يصنع الفراشة من الصوف والقط. ممتاز بارك الله بيك رهوفة. يلا عيني فرح أحمد. نعم ست.
يلا حبيبتي فروحة اقري لي الدرس. النستاج والسقاء والنداف والحائك وصانع الفخار وصانع الأطباق وصانع الزوارق من أصحاب الحرف والمهن القديمة نسميها الصناعات الشعبية. نراها في تماثيل محفوظة في المتحف البغدادي. وصانع الفخار يصنع الجارة والكوز من الطين ويفخرهما في النار. والنستاج يصنع البساط والعبات بالمسدات الجوما. صانع الأطباق يصنع الأطباق من خوص النخيل. والنداف يصنع الفراش من الصوف والقطن. أحسنتي، ممتاز، بارك الله فيك حبيبتي. أنار مهند، نعم ست. يلا حبيبتي أنار اقري لي التعبير للكتاب كله. النساج والسقاء والنداف والحائق وصانع الفخار وصانع الأطباق وصانع الزوارق من أصحاب الحرف والمهن القديمة نسميها الصناعات الشعبية. نراها في تماثيل محفوظة في المتحف البغدادي. صانع الفخار يصنع الجارة والكوز من الطين ويفخرهما في النار. النساج يصنع البساط والعباء بالمسدات الجوما. صانع الأطباق يصنع الأطباق من خوص النخيل. والنداف يصنع الفراش. ممتاز، بارك الله فيك حبيبتي. تلميذ آخر، يوسف قصي. نعم. يلا حبيبي يوسف اقرأ لي الدرس كله. اي حبيبي. أصحاب الحرف النساج والسقاء والنداف والحائك وصانع الفخار وصانع الأطباق وصانع الزوارق من أصحاب الحرف والمهن القديمة نسميها الصناعات الشعبية. نراها في تماثيل محفوظة في المتحف البغدادي. صانع الفخار يصنع الجرة والكوز من الطين ويفخرهما في النار. والنساج يصنع البساط والعباء بالمسدات الجومة. صانع الأطباق يصنع الأطباق من خوص النخيل. والنداف يصنع الفراش. ممتاز حبيبي، أحسنت. يلا حسن. حسن قيصر. هلو ست. هلو حبيبي حسوني. يلا حبيبي. أصحاب الحرف النساج والسقاء والنداف والحكاء والحاك والصناعة والصانع والفخار وصانع الأطباق وصانع الزوارق من أصحاب الأحرف والمهن القديمة. أحسنت. والنساج يصنع البساط والعباءة من يا حبيبي بالمزداد بالمزداد والجومي الجومة. وصانع الفخار يصنع الجرة والكوزة من الطين ويفخرهما في النار. عفية بالبطل. والنساج يصنع البساط والعباءة بالمسداد الجومة. وصانع الأطباق يصنع الأطباق من خوص النخلي. أحسن. النخلي. والنداف يصنع الفراش من الصوف والقطن.
بارك الله بيك، أحسنت حبيبي. شكرا ست. أكو تليفون اسمه آيفون، ليش ما مسمي اسمك حبيبي أو حبيبتي؟ يلا افتح الصوت وشارك بقراءة الدرس. آيفون طه غي. نعم ست. يلا طه حبيبي اقرأ لي الدرس. النشاط والسقاء والنداف والحائك والصانع الفخار وصانع الأطباق وصانع الزوارق وصانع من أصحاب الرحل الحرف الحرف ومنها والمهن القديم ومهن القديمة. عفية. نسميها الصناعة الشعبية. أحسنت بارك الله بيك طه. ينبع كملي. ينبع محمود. شكرا ست. شكرا لك حبيبي. يلا ينبوعة هنا أنا وصلنا. هلا ست. هلا حبيبتي. يلا ينبع كملي. نراها لحظة على الشاشة موجود. نراها في تماثيل المحفوظة في المتحف البغدادي. أحسن. صانع الفخار يصنع الجرة والكوزة في الطحين ويفخرهما في النار يصنع البساط. ممتاز أحسنتي بارك الله بيك. فرح أحمد. يلا فروحة. فرح أحمد. فرح أحمد. زهراء عبد الأمير. نعم ست. يلا زوزة اقري لي حبيبي الدرس. النشاد والسقاء والنداف والحكاء والحائك وصانع الفخار وصانع الأطباق وصانع الزورق من أصحاب الحرف والمهن القديمة. أحسنتي أحسنتي زوزة بارك الله بيك. رقية مناف كملي. رقية مناف كملي الدرس. هلا وسهلا. هلا وحبيبتي رقية كملي. وصلنا الصناعات الشعبية. نراها في تماثيل محفوظة في المتحف البغدادي.
صانع الفخار يصنع الجرة والكوز من الطحين ويفخرهما في النار. والنساج يصنع البساط من الجومة. صانع الأطباق يصنع الأطباق من خوص النخيل. والنداف يصنع الفراش من الصوف والقط. ممتاز، بارك الله بيش حبيبتي. هنا نعطينا من أصحابي بالتعبير، كاتبنا من أصحابي في النار. هذا ني شننا المن والفي شننا؟ كتبولي على الشات من أصحابي في النار. هاي المن والفي شننا؟ اكتبولي. عفية عفية بالأبطال. إذن المن والفي هن حروف جر. زين، ورا حرف الجر شنو يجي؟ أصحابي الناري، شنو الحركة مالتهن؟ الحركة مال أصحابي الناري هاي الحركة شنية؟ كتبولي حبايبي هاي الحركة شنية؟ أحسنتم، الكسرة. إذا هذا مجرور بالكسرة شو نسميه إحنا؟ شو نسميه؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. أحسنتم يا أبطال. إن شاء الله نكون استفادينا من هذا الدرس، ونلتقي في درس آخر. وياكم كانت المعلمة زهراء حسن. مع السلامة.